من المسائل أيضا من عجز بعدم وجود العقل عنده، لا قادر يصلي، لا واقف، لا قائم، لا قاعد، لا بلسانه يتلفظ ولا بغيره، أصلا بون العقل ما عنده، من عجز بعدم العقل إن فإنه إن لم يعقل فلا صلاة عليه، لم يعقل لا صلاة عليه. نعم، فيعني من ذهب عقله سقطت عنه الصلاة، وعن المجنون حتى يفيق في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أنه إنسان مثلا سبحان الله قدر الله ما شاء فعل، أصيب بحادث ودخل في غيبوبة، دخل في غيبوبة مدة تقريبا شهر كامل، كل هذه الصلوات وكان في غيبوبة ما عليه شيء، ما علي يعيدهن ولا يبدلهن، لأن هذا غاب عقله، غاب عقله، ما أنه في غيبوبة غاب عقله. وطبعا عاد هنا تبقى المسألة خلاف بين علماء، هل الغيبوبة حكمها حكم الجنون أو لا، فيها خلاف بين العلماء وذكرناها سابقا. بعضهم يقول حكم حكم غيبوبة، ويكون حكمها حكم الغيبوبة حكمها حكم الجنون وما عليه شيء، وبعضهم يقول حكم حكم المرض وعليه أن يقضي تلك الصلوات. لكن القول الذي يعمل به الآن هو أن حكم الغيبوبة حكم الجنون، وليس عليه أن يقضي الصلوات التي كان في غيبوبة فيها، إلا الأوقات التي دخل وقت الصلاة وهو ما مصلينها بعد وصب غيبوبة، كان هذيك لما يفيق يصليها، أو أفاق ووقت الصلاة موجود بعد ما مخلص كان يصلي هذيك.